إذا أدت الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح اليمين الدستوري اليوم أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، وذلك بعد يومين على صدور قرار رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري بتشكيل حكومة جديدة بناء على اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي وقعت عليها جميع القوى السياسية والحزبية في 21 من سبتمبر الماضي. هذا وضمن التشكيلة الوزارية الجديدة أو ضمت 26 وزيرا جديدا يتم تعيينهم لأول مرة بنسبة تصل إلى 72%، إلى جانب 10 وزراء تولوا مناصب وزارية في الحكومات السابقة، معظمهم تم التجديد لهم من حكومة التوافق السابقة بعدد 8 من بين الوزراء 10.